تيتا هيثم ترولا. اهلا رولا حبيبتي، اهلا اهلا. عادي حبيبتي عادي، شبك كيفتي راحتك؟ شو اخبارك؟ ليش هيك خجلانه؟ ايه من نظاراتك العين ما غرفت الكلام؟ ايه والله الحق، يعني الحق معك. يا لك شو ها؟ ليش هيك عامله عين ايه وعين لا؟ شو قال بدر من الصبح؟ هذا جوزي الله يصلح باله يا رب، يعني هيك من يومين كان معصي قام تفشش فيني. شو ها؟ شو ها؟ ما فهمت، فهميني، ما عم بستوعب. ما فيها شيء، بسيطة بسيطة خالتي، بتعرفي كان صايم ومن القعدة بالبيت وبلا شغل، قام يعني هيك عصب علي وهيك لون لي وشي، بس اعتذر اعتذر والله. خالتي انت في بحالك شيء انت؟ شو يعني هالحكي؟ قال ما بعرف شو شبه وشو شو، وين عايشين نحنا؟ وين مخك؟ شو انا بدي ضلني عم بعلمك لهلا؟ امك بتعرف؟ هاي وين التليفون؟ دق لامك وابوك، لانه هذا الشيء ما بينسكت عنه. لا لا خالتي، لا شو تقولي لامي؟ ان شاء الله انا لا بدي ازعجها ولا بدي كبر. اخ بس اخ، والله ام جهينة عم تحكي لي من يومين ها على بنتها جهينة انه بتشتغل بهدول الجمعيات يلي بيهتموا بالنسوة، وقال في مثل قصتك كتير وبلاوي حاكم على هالأزمة اللي نحن فيها زايدة هي القصص. لا والله بدنا نعمل شيء، يعني ما بدي اطول عليكي، بس صار لازم ارجع على البيت. يلا بالاذن يا خالي، بالاذن حبيبتي انت، والله بتضلك عادي ما بتقومي حبيبتي خالتي. الله ارتاح، تعي خدي لك شوكولا وهيك هدي بالك. والله مو قصه افرعي بي على المنز، حاكم اذا سكتي رح يرجع يضربها، ها اذا حكيتي مو يعني فضحتي، ومو يعني اذا مره واحده ما بتتكرر. لك في جمعيات كتير عم بتساعد، ومن دون ما تسبب لك فضايح واخذ وعطا ومشاكل، نصيحتي احكي ولا تسكتي، لانه يا حبيبتي الساكت عن الحق شيطان. شو